الشباب واقفين تحت، ونورة طلعت وهي متنكرة في لبس صيني، ونورة فوق مع ميس سماء. ماما أنا ليه هو؟ بقولك إن أحسن حاجة هو اللبس الصيني، شوفي جميل إزاي. مش مرتاحالك؟ ها؟ لا ماما، شوفي ده في منه اتنين بس، انتي واحدة والملك واحدة. ده جميل، مع اني يا اختي كده ما بحبش البس زي حد، بس حلو. وهم بيتكلموا الباب خبط وسماء بتفتح، وكان واقف جارها. ازيك يا ميس سماء، اخبارك ايه يا ميس سماء؟ ها عامله ايه النهارده؟ ها استاذ كريم، الحمد لله يا استاذ كريم. ايه عايز حاجه؟ انا بس كنت بطمن عليكي. ونورة ضحكت ووقفت بعيد بتكلم صحابها في التليفون. الحقوا يا عيال، دي ميس سماء طلع عليها كراش. ايه 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 بتهزري؟ ومين ده بقى اللي اتعمى وبيبص لها؟ واحد كده عامل شعره على جنب ولابس نظارة وقميص من الخمسينات وشكله فانتاستيك. بس بس بس، هو ده بقى اللي هيبعد ميس سماء عننا. لا بجد، وازاي بقى يا فلحة؟ عادي، نخليهم يقربوا من بعض اكتر عشان هي تتجوز وتحل عننا بقى. بت انت قصدك ان احنا يعني نشتغل خطبة؟ ايه عندك حل تاني عشان الست سماء يعني تسيبنا في حنة؟ لا بس برضو اللي انتوا عايزينه ده غريب جدا، هنروح يعني نقول للراجل تعالى جوز ميس سماء. خلاص ذاكر بقى يا معلم وانجح كمان. ها ايه رأيك؟ لا يا عم اذاكر ايه، انا هخليها تموت في حبه. هو اسمه ايه نورة؟ اسمه كريم، وكريم فعلا في نفسه. حلو قوي الكلام ده، قبل اخر السنة تكون سماء جوزت كريم وعاشوا بقى في تبات ونبات وخلفوا ناس قديمة كده زيهم. استنوا استنوا، انا عندي فكرة. نورة رمت في الارض صابون سايل، وسماء قفلت الباب ولسه هتدخل وقعت واتزحلقت. ايه ده؟ او ماي جاد، ماما انتي بخير؟ حصل ايه؟ رجلي اتكسرت يا بنتي يا يابانية. انتي اطلب اسعاف؟ انا مش اعرف رقمهم. لا يا بنت تعالي شيليني. ازاي ماما انت تقيل قوي؟ خلاص نادي كريم، هو في الشقة يعني اللي جنبنا، خليه يجي يشيلني. اذا كان كده اوكي، ماشي ماما ماشي. وجريت نورة وهي بتضحك وبتتكلم في السماعة. يا عيال الست اتكسرت يا عيال، مبروك، مش هتيجي المدرسة تاني، انا مش مصدقة نفسي. ما الموضوع هو في السالك، احنا بس عشان نيتنا حلوة الموضوع جه في السريع. طب بقول لكم ايه، انا اروح دلوقتي انادي على كريم ده يجي يلحقها ونخلع احنا. وفعلا نورة نادت على كريم اللي راح يلحق سماء، ونزلت نورة العربية وهم بيضحكوا وفرحانين انهم اخيرا اتخلصوا من سماء. وتاني يوم في المدرسة قاعدين وبيلعبوا في الفصل والبنات بينطوا الحبل، وفجأة الباب اتفتح ودخلت سماء على عكاز. ايه ده بقى؟ ها ايه ده؟ ايه اللي جاب الولية دي هنا؟ هي مش كانت اتكسرت ولا انا بيتهيألي؟ يا خبر، ايه اللي جابها فعلا؟ هو احنا بقى مش هنخلص من الولية دي؟ انا زهقت منها بقى. الستة يقفوا عادل. يو انتي جيتي ليه؟ مش عايزاني اجي ولا ايه يا بت انتي؟ لا بس قصدي يعني رجلك مكسورة، يعني هتتعبي. ايه يا ميس خايفين عليكي؟ واضح فعلا انكم خايفين. ها ذاكرتوا اللي قلتلكم عليه؟ يعني حفظتوا عشان اسمع النهاردة؟ ويا ويلو يا ويلو اللي مش حافظ. بطني بتتقطع، انا عايز الدكتور حالا. ايه ده؟ اكيد دي حالة تسمم. ايوه فعلا، اصله كل من عربية الكبدة اللي في الشارع يا ميس، حرام الواد هيموت كده. الف سلام عليك يا هارون. ميس اطلبي الدكتورة تيجي بسرعة. اصبروا ثواني. لا مش ممكن نصبر، يلا بينا على الدكتور. انت يا بت انت يا واد رايحين فين؟ يا ست فكك مننا بقى، شيلوه يا عيال. وشالوا هارون على كتفهم وخرجوا من الفصل وقعدوا في الجاردن بتاع المدرسة وهم متضايقين.
وبعدين بقى يا جدعان الميز دي مش بتتهدى ابدا، هنعمل ايه؟ عايزين فكره بقى عشان نتخلص منها. شكلنا كده هنرجع لفكره مريم ونشوف العريس، يمكن يعني ما تتجوز هتحل عننا. انا وعدي وهارون هنروح على كريم ونقعد معاه. غلط، مش عايزين نبان في الصوره، احنا عايزين نكون بعيد عن الصوره، هنعمل مواقف كده. طب مواقف زي ايه يعني؟ نجيب ورد ونبعته لسماء على اساس يعني انه هو من كريم. حلوه الفكره دي. والمره التانيه بقى نفرقع عجل العربيه وكريم يساعدها. الله، ده انا بعشق المقالب. في ايه بقى؟ هو احنا هنشتغل خطبه ولا ايه على اخر الزمن؟ مش عايز اعمل كده. اوف، خلاص ذاكر يا حبيبي. ها؟ لا، انا اللي هجيب الورد من على حسابي، وانا بقى اللي هفرقع العربيه. لا انا، لا انا، انا بقولك هفرقعها يعني هفرقعها. ايه ده، هو وقت شغل العيال ده؟ اي حد بقى. يلا استنوا استنوا، مش هتفرقعوا العربية اصلا، احنا عايزين نفرقع عجل العربية. اف بقى يا جماعة، افهموا، لما نفرقع العربية هنستريح منها مرة واحدة ونخلص. يا عم روح، انت اصلا بتخاف من خيالك، عايز تفرقع عربية مرة واحدة؟ انت اتجننت. يا سلام، مش عملناها قبل كده ولا نسيت؟ واشتروا الورد ودخل عمر الفصل. مش سموه ايه؟ في واحد اسمه كريم كركر وجاب لحضرتك الورد ده. الله يا ميس، شكله يجنن. يا بختك يا ميس، واضح انه جنتل قوي. يو، نفسي حد يجيب لي ورد كده. ايه ده، يخرب بيوتكو، انتوا فهمتوا ايه؟ ده مجرد يعني جاري، يعني مش اللي في دماغكو خالص، اتفضلوا مكانكم. يلا انا رأيي من رأي عمر، نفرقع العربية احسن، خليها اخر حاجة يمكن تحن. يلا يا حلوين على اماكنكم. اقف يا هارون وقول لي بقى، صلاح الدين الايوبي كان مولود فين؟ ها، صلاح الدين؟ صلاح الدين، صلاح الدين، افتكرت. برافو يا حبيبي، قول. كان مولود عند بابا ومامته يا ميس. وعدي صفر. الله عليك يا هارون، يا جامد فنان يا ابني. لا 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 لا، برافو برافو برافو. اسكت انت وهو الغباء اللي بتقوله ده يا ميس. ما هو اي واحد بيتولد عند بابا ومامته، صح ولا ايه؟ بجد يا اختي ما كنتش اعرف. ويا ترى بقى بابا ومامته دول ساكنين فين يا استاذ هارون؟ يا عبقرين انت. سهلة ومش مستهلة. ايه يا ميس، ركزي، في بيتهم يعني يا ميس، اظن مفيش اي غلطة. اقعد بقى. يا ابني انت فنان، ايه العظمة دي؟ صاحبي وحبيبي وفي الاحزان طبيبي، حلوة حياتي بيك، قشطة قوي. يا سلام، اخرس انت وهو وهو يا شوية فشلة. طب هاتيلي اجابة واحدة في اللي انا قلته غلط. جاوب انت على حاجة واحدة بس صح يا خرب بيتك. قول يا واد، صلاح الدين اتولد فين وايه اهم انجازاته؟ بصراحة بقى يا ميس، صلاح الدين ده مات مات، وانا اهلي علموني ما ينفعش اتكلم على اي حد ميت عشان حرام. ايه هو اللي حرام يا زفتي؟ يخرب بيتك، ده تاريخ. بجد يا هارون، بجد يا هارون، انا بحييك، انت مثلي الاعلى في الفشل يا فاشلين، يخرب بيوتكم. طب قول انت بقى، صلاح الدين اتولد فين؟ في العراق يا اخويا. على فكرة بقى، انا كنت لسه هقولها، خدتيها من على طرف لساني، وانا شاهد، صاحبي ما يكذبش. اقف انت وهو وافتح ايدك، انتوا عايزين تتربوا، احنا مش بنتضرب، ممنوع. انا بقى اتصلت باهلي وهيجوا يقلبوا المدرسه دي عليكي. جدع ياض. ودقايق وكان الاهالي موجوده. لو سمحتم ما حدش يتكلم، انا اللي هدخل اعلمها غلطها. ايه ايه ايه، تعلم مين غلطها يا اخويا؟ مش اما تربي عيالكم الاول. ابقى اتكلم يا راجل انت، العيال دي لا بتذاكر ولا بيسمعوا الكلام ولا فيهم اي حاجة كويسة، يخرب بيت دي حاجة. عادي، دول لسه صغيرين يعني. لا بقى، ده العيب مش فيهم، العيب فيكم انتوا، ربوا نفسكم الاول. الولاد دول مش متربيين وانتوا السبب. اوعى يا معلم سيدني اجيب الست دي من شعرها. عيب يا ولية، دي الست الأستاذة، ما ينفعش كده. أستاذة على نفسها، أنا محدش يمد إيده على البنات غيري أنا، لا عش ولا كان، بندفع دم قلبنا عشان يتدربوا. يا أختي عشان فشلة. بصي بقى يا أبلة، اسمعيني كده وركزي.
قابلت ايه يا اخويا؟ انا ميس مش قابله. كله محصل بعضه، بدل ما انت شايفه ان البنات مش بيذاكروا اتصرفي معاهم، كسري عظمهم وانا جبس، ايه رايك؟ الله، بتقول ايه يا معلم؟ ايه الكلام العجيب ده؟ بقول الحقيقه، اتصرفي معاهم. بقول تشكر يا معلم، وانا وعدك بقى ان البنات دي هيكونوا ممتازين. بالنسبه بقى لعيالكم انتوا كمان، انا مش هسيبهم لانهم امانه عندي. طب من غير ضرب؟ ربنا يسهله. وبقى كده ما تصدعونيش، يخرب بيوتكم انتوا كمان اهالي عره. ايه ده؟ ايه بتقول ايه دي؟ معلش امسحها فيا. وهي ماشيه دخلت في الحيطه ووقعت. لا لا لا، خير ان شاء الله، دي المس مش عارفه تمشي، يبقى تعرف تعلم البنات. حد يلحقني يخرب بيوتكم. يا سمير يا سمير. وعمر كان بيرقص وكمان بيغني، سين 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 سمير، شين 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 شريف، ب ب ب بهير، عين 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 عفيف. ولا يا عمر، بدل ما انت عامل لي فيها بلياتشو كده، تعال شني يا واد. ايه ايه ايه، اشيل مين ده؟ انت حبه سمين وعين على الارض، ايه ده؟ ايه 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 اللي بتقوله ده؟ ده انت ليلتك سودا ومهببه يا عمر. مش لما تعرفي تقومي، واصلا لو عرفتي تلحقيني. اجروا يا عيال، مع السلامه. ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ميس سماء هتعمل فيهم ايه؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.